نعم، هو كان يتكلم عن الخواص، يتكلم عن خواص ميكانيكية كيميائية وفيزيائية تخص المواد، وأخذنا بشكل موسع كل ما يهم أول معدن وأهم معدن وأكثر معدن شيوعاً واستخداماً في المواد الهندسية والتطبيقات والمشاريع، ألا وهو معدن الحديد. في هذا المعدن، مساء الخير دكتور، بس مداخلة بسيطة. تفضل أحمد. شلونك دكتور؟ عساك بخير إن شاء الله. هلا حبيبي. دكتور أعتذر عن حضور، عندي دوام والله الساعة 3:30، لازم أنا بالدار وأبصم، يعني يلا دوام عندي، يعني موظف لي. مو مشكلة، حياك الله، مو أترخص مشكلة. أترخص أنا منكم شوي نسجل شوي دقيقة محاضرتك، لا تاخذها تنزلها من الموقع. إن شاء الله. من رحم الله الموقع. عليك دكتور، شكرا جزيلا. هلا بك يا محمد. نكمل. أخذنا الحديد، الحديد هو أشهر معدن، أكثر معدن استخداما وأوسع معدن استخداما في الطبيعة، في التطبيقات الهندسية أيضا، وفي كل ما يخص الصناعات الميكانيكية. أخذنا كيفية الاستخراج، ما هي الخامات الرئيسية، ما هي الطرق استخراجه، كيف يتم الاستخراج، ما هو الوقود المستخدم في عملية الاستخراج، وكيف يكون شكل الفرن المستخدم أو الذي يستخدم بشكل واسع لأجل استخراج الحديد، خام الحديد. عرفنا ايضا ان الحديد لا يمكن ان يتواجد لوحده، وان واجب ان تكون هنالك نسبه من الكربون التي تتواجد مع الحديد لكي تشكل اما حديد الصلب او حديد الزهر حسب او اعتمادا على النسبه التي يتواجد فيها الحديد عند ذلك المكون او عند ذلك الحديد. ايضا عرفنا بانه التركيبات البلورية التي يمكن أن يتواجد فيها الحديد من BCC، FCC، BCC، ودرجات الحرارة التي تتواجد فيها تلك البلورات أو تلك التركيبات البلورية، ابتداء من انصهار الحديد عند 1534 وانتهاء بدرجة حرارة الغرفة أو درجة الحرارة التي يتوفر فيها الحديد بشكل صلب. ايضا من الامور اللي عرفناها وتعرفنا عليها هو خواص الحديد، خواص الفيزيائيه للحديد، كثافته، صفاته، توصيله للكهرباء، توصيله للحراره، المغناطيسيه الخاصه به الى اخره. هنالك شيء، بما ان احنا نتكلم عن المعادن، حتى بس فقط للتمييز، لو سالنا واحد شنو هو الفرق او شنو هو اللي يميز المعادن عن اللا معادن، ما هو المميز او ما هو الشيء الذي يمكن بوضوح أن يميزنا المعادن عن اللامعادن؟ يمكن إذا أسألكم عن هذا الموضوع وأطلب من عندكم مميز ما بين المعادن، أكو واحد يقدر يساعدني في هذا الأمر؟ شنو هو اللي يميز المعادن عن اللامعادن؟ شلون أقدر أعرف إنه هاي مادة معدنية هذه مادة لا معدنية؟ شلون أقدر أميز بين الاثنين؟ من يقدر يساعدني؟ طيب، المواد المعدنية كتبوها. نعم سارة، نعم سارة. دكتور، يعني المعادن غير هي المعادن لها خصائص فيزيائية وكيميائية وميكانيكية، يعني من نعم. الخواص نعرفها هاي المعادن؟ لا كل اي. لا معادن لا يعني مو هي بس معدن من خواص. الخواص. اكو في الشغله، شلون نقول مثلا على سبيل المثال، خلي نقول الشكر او السكر حلو لانه مذاقه، يعطي مذاق طعم حلو. شنو هو الماده اللي او شنو هي الخاصيه المميزه التي تميز المعادن عن اللامعادن؟ اذا تذكرين قلنا لك عن الزئبق، قلنا توصيلها للكهرباء، تمتاز بالتوصيل الكهربائي والحراري. يعني اكو مثلا مواد لا معدنيه قد تكون موصله، اكو مواد لا معدنيه وهي موصله. اشباه الموصلات، بيها بالاوراق تكون اشباه بيها الموصلات بالاوراق. مثلا، اشباه الموصلات مواد لا معدنيه وموصله. شنو الشيء اللي يميز المعادن عن اللامعادن؟ انت مهندس راح تتخرج، يقول لك انت شو عرفت انه هذه الماده معدنيه؟ قابل فواز ما سمعت اي شيء. تكون فواز قابل صوتك قطع. للسحب والطرق والتشكيل. نعم، الزجاج ايضا دكتور صح تكون صح قابلة للسحب والطرق والتشكيل. نعم فواز، بس وياي، الزجاج قابل للسحب وقابل للطرق،
اذا قصدي اسخنه وقابل للتشكيل ايضا. اكو خاصيه تميز المواد المعدنيه عن المواد اللا معدنيه، اكو واحد يقدر يعرف لي اياها؟ دكتور كيف تصير بدرجه الحرارة عاليه؟ لا سرعه تفاعلها مع المعادن؟ لا أخرى؟ لا كلها تتفاعل، كلها تستطيع ان تتفاعل حسب خواصها. طبعا شباب كتبوها ملاحظه عندكم لانها ما موجوده بالمحاضره. الشيء الذي يميز المواد المعدنيه عن المواد اللا معدنيه هي تركيبها البلوري، حيث ان المعادن جميعها ذات تركيب بلوري، اما بي بي سي بي عفوا سي سي او اف سي سي، واضح؟ في حين المواد اللا معدنيه تكون غير متبلوره، لا تتوزع، لا تتكون على شكل بلوره. اوكي، أعيد مرة ثانية التعريف. المواد المعدنية هي تلك المواد التي تتواجد في الطبيعة بصيغة بلورية، يعني على شكل مكعبات أو على شكل بلورات متركبة، وهي إما أن تكون من نوع BCC يعني Body Center Square أو FCC يعني Face Center Square. في حين أن المواد اللامعدنية هي جميع المواد التي تتواجد في الطبيعة ولا تتشكل على شكل بلورات، مثل شنو؟ الخشب. الخشب ما يتشكل على شكل بلورات. أيضا الزجاج، الزجاج لا يتشكل على شكل بلورات. كل المواد المعدنية، المطاط لا يتشكل على شكل بلورات. كل المواد المعدنية تتسم، تتصف، تتميز بخاصية مهمة، أنها لا تتشكل بصورة بلورات. لذلك جميع المواد المعدنية قابلة للتوصيل، لأنه عملية انتظام الصفوف في البلورات تساعد على انتقال الطاقة من الطرف الأول إلى الطرف الآخر عبر المعدن نفسه، وكذلك توصيل الحرارة، توصيل الطاقة الكهربائية. إذن هي من الموصلات الجيدة بسبب اصطفاف البلوري لمكوناتها الموجودة في داخلها. في حين المواد اللامعدنية لأنها لا تصطف بلوريا، فعندما تأتي الطاقة الحرارية أو عندما تأتي الطاقة الكهربائية لا تجد المسار المنتظم الذي يساعدها على الانتقال من الطرف الأول إلى الطرف الآخر داخل المعدن. إذن هذا التعليل مهم أيضا. لماذا تعتبر المعادن موصلات حرارية وكهربائية؟ ولماذا لا تعتبر المواد اللامعدنية من المواد اللاموصلة لا كهربائيا ولا حراريا؟ الجواب، وذلك لكون جميع المعادن تتصل ببنائها البلوري، أي أن مكوناتها تكون على شكل بلورات. هذه البلورات تتصف أو تصطف بشكل منتظم على شكل خطوط، هذه الخطوط تساعد في نقل الطاقة وعبورها من نقطة إلى أخرى، في حين أن جميع المواد اللامعدنية هي تلك المواد التي لا تكون بلورية وبالتالي لا تصطف بشكل منتظم، توزيعها يكون عشوائي، الجزيئات المكونة لها لا تكون داخلها بشكل مرتب، بالتالي تضيع المسارات التي تساعد في نقل الطاقة من جانب إلى جانب آخر. هذا الفرق ما بين المواد المعدنية واللامعدنية، والذي يترتب عليه بأنها غير موصلة، يترتب عليه بأنه غير قابل لنقل الطاقة الحرارية، يترتب عليه خشونة السطح في حالة المواد اللامعدنية عند القشط، في حين المواد المعدنية قد تكون على شكل أسطح ناعمة وإلى آخره من هذه الأمور. طبعا الحديد هو شيخ المعادن، هو أبو المعادن، وهو أبو المواد الحديدية، يعني جميع السبائك الحديدية تنضم، تنطوي، تتجمع تحت مظلة الحديد في كل أنواع السبائك التي يمكن إنتاجها، تشكيلها، تكوينها بوجود الحديد. يعني المعدن الحديد هو المعدن الأول أو الأساسي، ومن ثم نضيف لعناصر أخرى من أجل الحصول على سبيكة من مواد أخرى إضافة إلى عنصر الحديد أو إلى معدن الحديد. لذلك تسمى تلك المواد مثل ما درسنا بالمواد الحديدية أو بالسبائك الحديدية، وهي أو تعريف السبائك الحديدية هي تلك السبائك التي يدخل الحديد بها بنسبة عالية جدا إلى جنب
معادن أخرى تضاف إلى ذلك الحديد من أجل تحسين خواصه الميكانيكية أو الفيزيائية بشكل عام، من أجل أن تطبق في أو يستخدم في تطبيق هندسي معين أو محدد. لحد الآن الحديد كثافته 7460 درجة انصهارة 1537 قابل لتعرض للتوصيل الحراري، قابل لتعرض للتوصيل الكهربائي. كل هذه الخواص الفيزيائية هي خواص تنطبق أو تندرج ضمن معدن الحديد أو صفة الحديد. إذا كملنا الحديد وإذا أخذنا الحديد بشكل عام كيفية تصرفاته في الطبيعة مع المعادن الأخرى ومع التطبيقات الأخرى، اليوم راح نتكلم عن معدن آخر مهم تاريخي تعرف عليه الإنسان منذ القدم ولا زال يستخدمه إلى هذا إلى يومنا هذا. أهم ما يميز هذا المعدن هو أنه أن هذا المعدن الخام من قليل الاستعمال لكن سبائكه واسعة الاستخدام. هذا المعدن أو هذا العنصر الثاني هو معدن النحاس والذي يرمز له كيميائيا بالCU، والمحاضرة راح أخلي لكم إياها على منصة التعليم إن شاء الله بعد ما أخلص، بس أنتوا أنا وقت أتكلم إذا أكو ملاحظات حاولوا أن تكتبوها. عنصر النحاس العنصر الأحمر أو المعدن الأحمر المعروف المشهور اللي يعرفوه أغلب الناس أو أغلب الـ 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 يعني الباحثين عن المعادن أو استخدامات المعادن أو تطبيقات المعادن. الشيء المهم بالنحاس أو الذي نذكره دائما أنه طبعا هاي سويت شير للمحاضرة وياكم، يمكن طلعت عندكم شباب تطلعتكم كوبر اوكي ده سوي سلايدنج صح؟ ها عيني ايش؟ لا دكتور موجودة 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 موجودة. شوف النت مالتكم، خاف عندكم مشكلة بالنت. اوكي هذا المعدن، هذا المعدن الثاني المهم ضمن المعادن الهندسية التي يتم دراستها في هذا الموضوع، رمزه الكيميائي هو CU، رمزه CU الكوبر أو النحاس. العدد الذري لهذا المعدن هو 29، المعدن الذري للكوبر أو للنحاس هو 29. ما يميزه كيف كان الحديد لونه داكن، هنا لون النحاس هو اللون الأحمر أو المحمر برتقالي محمر، هذا هو اللون اللي يخص معدن النحاس. معدن النحاس إذا نريد نشوفه كمعدن، يمكن أشهر شغلة أفضل شغلة أحسن شغلة يستخدم إلها النحاس هو التوصيل الحراري والتوصيل الكهربائي صح؟ يمكن إذا سامعين أو شايفين أغلب القدور طناجر الضغط الذي طناجر العفو الطبخ أو الطهو التي اكتشفها الإنسان هي مصنوعة من النحاس، وذلك لكونها توصل الحرارة بسرعة وبالتالي يكون عملية انضاج الطعام أو الطبخ بداخلها سهل وميسر ما يحتاج طاقة كبيرة. إذا قارن الحديد مع النحاس أكيد التوصيل الحراري والتوصيل الكهربائي للنحاس هو أفضل من الحديد صح؟ عندنا مقارنة ما بين النحاس وبين الحديد بهذين الخاصيتين نجد بأن النحاس ذو توصيل حراري أفضل وأيضا توصيل كهربائي أفضل. هذا لا يعني أن الحديد موصليته سيئة، لا موصليته جيدة، لكن النحاس أفضل منه أحسن منه. ما يميز النحاس بأنه أكو شيء يجب أن تذكروا، المعدن الوحيد الذي تكون سبائكه ذو أهمية أكثر من العنصر المستقل، يعني سبائك النحاس تطبيقات سبائك النحاس الاستفادة من سبائك النحاس أكثر استخداماً أوسع انتشاراً أكثر تداولاً بين المهندسين وبين الشركات وبين المصانع مقارنة مع المعدن الأساسي الذي هو
مسمى بالنحاس، بسبب أن تلك السبائك، تلك الخلائط التي أنتج منها النحاس وعناصر أخرى، التي أنتجت من النحاس وعناصر أخرى، تكون ذات خواص ميكانيكية فيزيائية أفضل بكثير من المعدن الحر أو المعدن المنفرد المسمى بالنحاس. عرفنا بأنه العدد الذري مالته 29، الرمز الكيميائي مالته هو Cu. متى اكتشف النحاس؟ اكتشف النحاس لأول مرة قبل 8000 سنة قبل الميلاد. يعني هذا النحاس قد يكون هو من المعادن التي رافقت الإنسان منذ النشوء، منذ البداية، بسبب تواجده في مناطق الحضارات التي استخرجته واستخدمته في تطبيقات المختلفة، في الأواني، في الأنابيب، في كثير من التطبيقات الخاصة به. الغريب أنه أثناء التنقيب عن الحضارة المصرية وجدوا أنه كثير من المدن المدثورة أو المدفونة تحت الأرض بسبب تراكم الزمان تحتوي على أنابيب للتصريف المياه مصنوعة من النحاس. إذن عرفوا أهل تلك الأزمنة، عرفوا أهل تلك الفترات هذا المعدن واستخدموه في تطبيقات هندسية مختلفة. الرومان استفادوا من هذا المعدن واستخدموه بشكل جيد، الأسبان، الفرنسيين والإنجليز وكثير من الدول الأخرى. أكثر شيء يميز المعادن، أكثر شيء يميز المعادن بما فيها الحديد هو قابلية، هاي يمكن كتبوها ملاحظة لأنها مهمة جدا، لكون المعادن ذات تركيب بلوري، لذلك فإن تعاملها مع الأكسجين، تفاعلها مع الأكسجين يكون شديد التفاعل أو شديد التعامل. بالتالي أكاسيد الحديد، أكاسيد النحاس، أكاسيد المعادن تكون من السهولة تكوينها أو تشكيلها على تلك المعادن نتيجة الظروف المناخية أو الظروف الأخرى. أكسيد النحاس، احنا اتفقنا شنو لون أكسيد الحديد يا شباب؟ شنو هو اللون مال أكسيد الحديد؟ الزنجار شنو لونه يا شباب؟ أحمر. إذن أكاسيد الحديد هي حمراء، أكاسيد النحاس خضراء لأنه معدن أحمر. الأكسيد الذي يتشكل على النحاس لونه أخضر. الفاعلية للنحاس في التفاعل مع الهواء بوجود الرطوبة، بوجود العناصر المساعدة، هو أكثر وأشد من الحديد. يعني إذا نخلي قطعة حديد ونخلي قطعة نحاس، المدة الزمنية التي يتأكسد فيها الحديد هو أبطأ، أقل زمناً، أقل عدد، خلينا نقول ساعات، من التي يصرفها النحاس لتأكسده. بالتالي معدن النحاس أكثر فاعلية، أكثر شدة في عملية الأكسدة وتكوين أكاسيد النحاس. هذه الصفة أو هذه الخاصية يجب الانتباه عليها. زين دكتور، ليش هو أكثر فاعلية النحاس من الحديد على من يتأكسد والأكسجين؟ أنا أقول لك ليش. عملية الأكسدة هي عملية تفاعل ما بين المعدن وما بين الأكسجين الخارجي. كلما امتلك المعدن الإلكترونات حرة في مداره الخارجي، أصبح أكثر حساسية، أكثر شدة للتفاعل مع الأكسجين الحر الموجود في الهواء. إيش قد عدد ذرات العدد الذري للنحاس؟ قبل شوي قلت لكم إيش قد؟ 29. 29. إيش قد للحديد؟ عبير، إيش قد عدد الذري للحديد؟ من يقدر يساعدني؟ 26. شوفي ليه، سووا جوجل وابحثوا العدد الذري شوفوا شقد عدد الذري، يعني 26. إذن عند المقارنة بين هذا المعدن وهذا المعدن، منو أكثر؟ 26. يعني ما شنو، بس وياي تذكروا
26 معناها لدي 26 إلكترون في المدارات التي تدور حول النواة، ويوجد في داخل النواة 26 بروتون. تذكرون هذا الشيء؟ العدد الذري؟ ها شباب، من يساعدني؟ طلاب صف رابع. ما نعم عبير، ما المقصود بالعدد الذري؟ من نقول عدد ذري شنو معناها؟ عدد الذري هو معناها بمعنى آخر هو عدد عدد الإلكترونات الحرة في المدارات التي تدور حول نواة تلك المادة، ذلك العنصر. تمام لو مو تمام؟ إذن النحاس أعلى من الحديد بثلاثة، بالتالي توجد ثلاثة إلكترونات نشطة تستطيع أن تتفاعل مع الأكسجين الحر، مع أكسجين الجو أو المناخ، والتفاعل معه والاتحاد معه من أجل إنتاج الأكاسيد. لذلك أكاسيد النحاس أسرع، أو عملية الأكسيد الأكسيديشن التي تحدث في النحاس هي أسرع من العملية التي تحدث في الحديد. أيضا عندما نقارن بين، وقلت لكم هذه الصفة قبل شوي، الصفة التي تميز النحاس بأنه من أفضل المواصلات الحرارية ومن أفضل المواصلات الكهربائية المستخدمة. لذلك نشوف أغلب أسلكة الأسلاك المستخدمة في توصيل الكهرباء هي مصنوعة من النحاس. أفضل موصل للحرارة وللكهرباء هو عنصر النحاس. أيضا من مميزاته للونه الأحمر، للونه البراق، يستخدم في صنع الحلي والمجوهرات إلى جانب الفضة والذهب، يعني يخلط أو يعامل معهم من أجل تحسين خواصهم أو صفاتهم البراقة واللونية، بالتالي ينطي منتجات أو يدخل في تصنيع الحلي والمجوهرات في هذا الموضوع. أيضا من الأمور التي يمتاز بها النحاس، منو شايف نحاس؟ منو شايف سلك مال النحاس؟ شو القصة دكتور؟ يا هم شايف النحاس؟ يا الله يا الله، وصف لي العد ما دام شو القصة. أصفر. يعني أصفر يصير أصفر. بعد أحمد يصير سلك لونه برتقالي. لونه برتقالي. نعم. شنو المواصفة المميزة بالنحاس؟ يعني هل من السهل الطي مالته، يعني التحرك به؟ طبعا دكتور طيب سهولة مقارنة بمن؟ بالحديد صح؟ بالحديد اي نعم. إذن الشيء الذي يميز النحاس عن الحديد بأنه أكثر هشاشة، أكثر قابلية على الاستطالة عندما نقارن الحديد بالنحاس. هذا المعدن ذو صفات مميزات خواص تعتبر فيها المقارنة مع الحديد، لأنه النحاس يعني يكون أفضل في عملية الاستطالة، في اختبار الاستطالة واللي، لامتلاكه طبعا الإلكترونات الحرة اللي كنا نتكلم عنها قبل شوية، والتي تضعف من الارتباط بين الأواصر، وبالتالي يكون هش، بحين أن وجود الكربون بالحديد، هذا التركيبة التي تكون سبائك الحديد هي التي تعطينا، هي التي تسبب لنا صلادة عالية، وبالتالي مقاومة للشد، مقاومة للانحناء، وفي بعض الأحيان الحديد نحتاج أن نطرقه من أجل أن نعطي شكل هندسي معين، في حين أن النحاس مرات باليد بقوة اليد نستطيع أن نحني أو نعطي الشكل الهندسي المطلوب اللي احنا نريد من عنده أن يكون بشكل النهائي. هذه صفة أخرى من صفات النحاس. نكمل شرح الخواص الخاصة بهذا المعدن. المدة التاريخية ما تعرفناها، كان منذ قديم الزمان. استخدامات تعرفناها، أكثر الاستخدامات أو أكثر شيوعا بالاستخدام. عرفنا أيضا أكسيد النحاس كيف يكون، كيف يتكون، كيف يتفاعل بشكل أعلى من الحديد.
مثل كل كل العناصر الموجودة، هو واسع الاستخدام، واسع التواجد، ويمكن يعني استخراجه بسهولة من الخامات. أيضا الشيء المهم إنه عملية استخراج النحاس من خاماته أيضا بعملية الصهر، لكن ليس لدرجة حرارة عالية جدا، حيث أن النحاس درجة انصهاره قليلة جدا بحدود 400 درجة مئوية، وبالتالي من السهل أو من اليسر أنه نحصل من عنده، أو خلينا نقول نتعامل وياه في عملية الانفصال أو الفرز أو التنظيف. بالتالي عملية استخراج النحاس، من المكونات الرئيسية إلى أسهل بكثير مقارنة بالحديد، لأنه درجة الحرارة أو الطاقة التي نصرفها من أجل الاستخراج تكون أقل مقارنة بذلك. 90% من المستخرجات من هذا الخام يكون في أرض مكشوفة، يعني مو مثل المعادن، وإنما في صخور الجبال، بحيث أنه يمكن تفكيكها وتكسيرها ومن ثم نقلها إلى المكان الذي يستخرج أو يستحصل فيه النحاس. الدولة الأكثر شيوعاً روسيا والسويد في هذا الجانب. درجات الحرارة مثل ما قلت لكم هي ليست درجات حرارة عالية التي تستخدم في إفراز النحاس من معادنه الأساسية. الآن من أجل إكمال موضوع النحاس وخواصه، يجب ذكر، وهي أرجوكم أن تكتبوها، عندكم ملاحظة جانبية لأن المحاضرة باللغة الإنجليزية والترجمة راح أترجم لكم إياها بشكل مركز، ما تحتاجون أن تروحون إليها مرة ثانية حتى تشوفوها. يعتبر معدن النحاس، يكتبوها ملاحظة، يعتبر معدن النحاس من المعادن الهشة، هشة من قوسين، لا يحتاج إلى قوة كبيرة من أجل التشكيل، بسبب وجود فيض إلكتروني كبير في مدارته الخارجية. ولنفس السبب فهو موصل للكهرباء والحرارة، وهو يعتبر ثاني أفضل موصل بعد الفضة. طبعا لا نستطيع استخدام الفضة لأن الفضة معدن أغلى من النحاس. بالمناسبة عندي فد سؤال لكم، شنو اللي يحدد أن الحديد سعره بهذا الشكل؟ شنو اللي يحدد أنه النحاس سعره بهذا الشكل؟ يعني الذهب بهذا الشكل، شنو يعني في بورصة المعادن لماذا الذهب غالي، الفضة وراء وبقية المعادن وراء وهكذا؟ أريد واحد يجاوبني، يرفع أيده ويجاوبني، بس جواب علمي رجاءً. عبد الرسول تفضل. نعم دكتور، مواصفاته ونادر قلة وجوده إذا نادر شنو يعني؟ نعم دكتور، إذا معدن متوفر وين ما تروح تلقاه، ومعدن آخر نادر، شنو يعني؟ دكتور يعني قليل وجوده، قليل لذلك يكون غالي. بالضبط، هذا المقياس الرئيسي، هذا العنصر الرئيسي، هذا الفارقة الرئيسية التي تميز بين معدن ومعدن آخر. أول شغلة أنه هذا معدن نادر، بالتالي استخراجه أو الوجود أو التعرف عليه أو استكشافه يحتاج وقت وفلوس، يلا نقدر نلقاه، بالتالي مو ياهد شان يبيعه، نادر. طبعا هذا الشيء الذهب، يعني إذا يمكن رايحين شايفين مناجم الذهب يقلبون جبل كامل حتى يطلعون من عنده كيلوات، معنى ما جبل أطنان من المواد. أوكي، أول صفة هذه. الصفة الثانية شنو اللي تخلي أهمية معدن على معدن، هذا غالي هذا رخيص؟ دكتور جودة المعدن، يعني مثلا غير قابل للصدع.
الخواص اللي قصده أحمد سامي أنه أول شغلة هو التوفر أو عدم التوفر، ثاني شغلة هل هو نادر، العفو، هل هو واسع الاستخدام، واسع التطبيقات، إذا واسع الاستخدام واسع التطبيقات بالتالي إحنا نحتاجه في كل جانب من هذه الجوانب، وبالتالي راح يكون طلب عليه عالي، وبالتالي راح يكون سعره أكيد عالي جدا مقارنة بالمعادن الأخرى. أوكي، النحاس يعتبر من المعادن ذات الأسعار ليست عالية لكنها أيضا عليه طلب بسبب أنه يدخل في كثير من الصناعات أو الاستخدامات الصناعية، لكن عندما نقارنه بالذهب مثلا الذهب أندر وأغلى لأنه قليل الوجود، شح في الوجود مقارنة بالنحاس، وفي نفس الوقت يستخدم تطبيقات أقل من الاستخدامات أو التطبيقات التي يستخدم فيها النحاس. أهم شيء إن شاء الله راح تشوفوه بالمحاضرة نميز ما بين النحاس البرتقالي الأحمر يعني المحمر وما بين سبائك النحاس التي تكون بشكل برتقالي أخضر يعني مخضر، يصير طبقة موجودة عليه. طبعا شيء مهم جدا أن النحاس يتفاعل مع الهواء مع بخار الماء لإنتاج أكاسيد من النحاس تطلي أو تغلف المعدن الأساسي. زين، الآن إذا أريد نقارنه مع الحديد، إذا أريد نقارنه مع الحديد في تطبيق معين، هذا التطبيق نحتاج أن نسوي مثلا يا شباب بس وياي أريد نحتاج نسوي بنيد مال سيارة، نسوي من الحديد لو من النحاس، شنو رأيكم وليش؟ تفضل. من الحديد. ليش؟ لأن الحديد شوية حيكون أقوى، أما النحاس سهل إنه بأي ضربة راح ينطعج. أحسن، بما أن البنيد هو جزء من هيكل السيارة اللي إحنا نحاول دائما أن نحافظ على شكلها بتجنب الضربات والصدمات التي تحدث من المحيط الخارجي الذي يحيط بالسيارة، بالتالي أننا نصنع ذلك القطعة أو تلك الغطاء للمحرك من مادة الحديد بشكل أفضل مما نصنعها من مادة النحاس لكونها هشة. في تطبيق آخر يا شباب ويا إذا سمحتم، في تطبيق آخر أسلاك كهربائية لتوصيل طاقة عالية، نستخدم الحديد أم نستخدم النحاس ولماذا؟ أكيد النحاس. أكيد النحاس على عكس موضوعة الحديد، لأنه هنا النحاس موصل عالي مقارنة بالحديد. بالمناسبة ماذا يحدث؟ عبير مو أنت جاوبتيني؟ دكتور. ماذا يحدث في الحديد عندما يكون واطئ التوصيل؟ إذا أنت شرحي لي. يعني شان من يكون واطئ التوصيل؟ هو غير احنا اعتمادا على الالكترونات الموجودات بالغلاف الخارجي حيكون توصيل، هو موصل مو موصل بس مو مقارنة بالنحاس ما يوصل سرعة النحاس. طيب شكرا عبير. باستثناء عبير اليوم هسه السؤال لكم كلكم، بريد رفعت اليد، ما هو الجزء الموجود في الذرة الذي يستخدم في التوصيل؟ يعني الحرارة أو الطاقة عليه من توصل؟ نعم أحمد. أحمد سامي تفضل إذا بعدك رافع إيدك. دكتور ما سمعتك. أعيد السؤال. ما هو الجزء، ما هو الجزء المختص في داخل المعدن عن عملية التوصيل؟ نور تفضلي. نور هدى مدى تسمعيني؟ إسماعيل منتظر. دكتور الإلكترون، الإلكترونات اللي مسؤولة عن نعم الإلكترونات. الإلكترونات شوفوا يا شباب وياي، تخيلوا أول شيء قلنا المعدن هو عبارة عن اصطفاف بلورات، مجموعة بلورات يعني على شكل كرات
واحدة بجنب الثانية إلى أن من البداية إلى النهاية. هذه البلورات أو هذه الكرات الصفحة الخارجي مالتها بإلكترون، هذا الإلكترون هو يكون الجسر أو الحامل للطاقة من جانب إلى جانب آخر. كلما كان لدينا إلكترونات أكثر حرية، أكثر تحرر في السطح الخارجي في المدار الخارجي للذرة، كلما كانت عملية الانتقال أسهل ويعني أبسط من جانب إلى جانب آخر داخل المعدن. لذلك يعتبر معدن النحاس أفضل توصيلاً لوجود الإلكترونات، وجود 29 إلكترون مقارنة بالحديد ذو 26. ولو أخذنا معدن آخر ذو عدد ذري أقل أكيد راح يكون التوصيل الحراري والكهربائي مالته راح يكون أيضاً يعني أسوأ أقل، ليس بكذا. لكن انتبهوا على شغلة وكتبوها ملاحظة، النحاس ليس مغناطيسيا كالحديد. يعني إذا بدنا نصنع مغانيط نصنعها من الحديد ما نصنعها من النحاس. النحاس سيء المغناطيسية، ما ينطيني مغناطيسية جيدة. أوكي، هو موصل جيد للحرارة والكهرباء، هو موصل أيضا قابل للاستطالة والتشكيل التشويه، لكن هو غير لا يعتبر من المواد المغناطيسية. أكو واحد يقول لي ليش؟ أكو واحد يقدر يقول لي شنو السبب؟ ها شباب؟ بس عيد السؤال دكتور لأن صوتك يقطع شوي. أنا آسف، راح أعيد مرة ثانية السؤال. لماذا الحديد مادة مغناطيسية في حين النحاس مادة غير مغناطيسية؟ من يقدر يجاوبني؟ من يقدر يجاوبني؟ شلون تصير المادة المغناطيسية؟ شلون يستقطب؟ شلون يستقطب المغناطيس؟ لأنه بطرف شمالي وطرف جنوبي، أوكي، ويحث به المغناطيسية نتيجة الاستقطاب هذا. النحاس لا يستقطب، حرية الإلكترونات الموجودة فيه تسوي تعمل عشوائية وبالتالي لا يستقطب. هذا الجواب او كان نقول الاجابه على السؤال اللي احنا قبل شويه ذكرناه او كتبنا لكم اياه او انتم كتبتوه من المحاضره. الان الشيء المميز، الشيء المهم جدا والذي يفوق استخدامات النحاس كعنصر لوحده، اوكي، هي سبائك النحاس. سبائك النحاس كما عرفنا سبائك الحديد هي تلك المكونات المعدنية التي يدخل فيها النحاس بشكل أساسي، ثم تدخل المعادن بعنصر أو بجانب ثانوي إلى جانب تلك إلى جانب ذلك المعدن الأساسي. أشهر سبيكة للنحاس يتم التعامل معها ومعروفة صناعيا ومنذ القدم تسمى سبيكة البرونز. أشهر سبيكة للنحاس تستخدم بشكل واسع في كل تطبيقات الصناعة تقريبا هي سبيكة البرونز. من ماذا يتكون البرونز؟ أكو واحد يقدر يجاوبني من ماذا يتكون البرونز؟ نعم تفضل دكتور. من النسبة العالية من النحاس والثانية الزنك الخارصي، يمكن
نعم، واكو شيء معدن يسموه التن، شنو هو؟ الخارصين. احسن احسن. اذا نعم، هذه السبيكه المسمى بالبرونز هي مكونه من الخارصين بشكل اكبر، وايضا معدن يضاف لها لكي تكمل هذه السبيكه وتكوين اللي هو الزنك، لكي تكمل هذه السبيكه البرونز. البرونز واحده من سبائك الكوبر، وايضا هنالك سبيكه اخرى هي البراس، سبيكه البراس. اوكي، انا اريد من عندكم شنو هو البراس، ما هو مكون البراس، ما هي السبيكه او ما هي المعادن المكونه للبراس؟ نعم احمد. نعم احمد. تفضل. محمد حمزه الثويني، تفضل. نعم دكتور. تفضل. النحاس والقصدير. سبيكة النحاس والقصدير. المكونات لسبيكة البراس. هذين السبائك تعد من أهم السبائك المخصصة، يعني الناتجة من معدن النحاس، لسبب مهم جدا، أن البرونز والبراس يدخل إلى جانب الحديد في تشكيل الكثير من المعادن الصناعية المهمة نتيجة للخواص التي تكتسبها تلك السبيكة عند التكوين. راح أعطيكم البراس الآن، راح أعطيكم أول شيء أول سبيكة هي البراس. البراس يتكون بشكل رئيسي مع الزنك، كوبر وذ زنك. أوكي، الشكل مالتها هو أصفر، يمكن شايفين كثير من الفيتينج أو من الأنابيب المكونة من معدن البراس يكون بشكل أصفر، اللي هي مكونة من النحاس والزنك. زين، النسبة بها بحوالي 40% بالمعدن بالسبيكة، والباقي طبعا أكيد للكوبر يعني المعدن النحاس ومعادن أخرى تدخل في دان. هذا المعدن، معدن البراس، من أهم ميزة فيه أنه أقل بكثير من حيث التآكل مقارنة بالنحاس. يعني إذا أريد نقارن ما بين معدن النحاس وما بين الكوبر، العفو، والبراس المكون من الزنك مع البراس، يعني مع الكوبر، راح نشوف انه هذه السبيكه اللي هي سبيكه البراس اقل بكثير اكسده وحدوث تاكل مقارنه بالنحاس. اذا هذه السبيكه اللجوء اليها او انتاجها او تشكيلها او تكوينها كان بهدف او بغايه تقليل الاكسده وعوامل الاكسده التي تحدث نتيجه او بفعل العوامل المناخيه، بفعل وجود رطوبه الهواء الى اخره من الظروف، وبالتالي تكون أكاسيد الكوبر، أكاسيد النحاس المعروفة والمميزة بلونها الأخضر. طبعا أيضا الإبراس يعطينا في جانب آخر، إلى جانب عدم الأكسدة، يعطينا أكثر صلابة للنحاس عند الاستخدام، وفي نفس الوقت المحافظة على اللون، وبالتالي يمكن أن نستخدمه كمعدن مميز أكثر من الحديد في التطبيقات الهندسية الموجودة فيه. من شايف بوري نحاس؟ أشهر بوري نحاس موجود بكل بيوتنا، من شايفه وين؟ حسين شاب، تفضل حسين، ماذا تسمعني؟ محمد حمزة. دكتور بوري وما سبالت. احسن، كل منظومات التكييف والتبريد، مو بس السبالت، حتى بالمكيفات الويندو تايب، تشوف الايفابوريتر مالتها كلها مكون من انابيب من النحاس. اوكي، فعلى هذا الاساس، على هذا المبدا، لانها موصله للحراره، موصله للحراره، لذلك في التطبيقات التي تستخدم في التكييف والتبريد. وين نشوف ايضا نحاس في البيت؟ وين تطبيق اخر للنحاس في البيت؟
ها يا شباب. أحمد سامي. أحمد سامي. نعم دكتور. وين التطبيق الثاني اللي نقدر نشوف به النحاس بالبيت؟ تطبيق واضح موجود في البيت لاستخدام النحاس. دكتور بس بالإنشائية أعرفه، ما أعرف غير تطبيق ليه. ثاني؟ مواد إنشائية. وين بالمواد الإنشائية؟ يلا، أوكي، بالمواد الإنشائية وين نستخدم النحاس؟ دكتور مثلاً أكو لفائف اللي فهمت النحاس نستخدمها بالخرائط المولدات يعني أقصد. صح، كلامك صحيح، هذا تطبيق ثاني بمعنى آخر أنه هذه الخرائط أيضاً موجودة في الأجهزة الكهربائية الموجودة بالبيت، وبالتالي هو متواجد في داخل البيت بشكله الآخر إلى جانب الأسلاك إلى جانب أنابيب التكييف والتبريد المعروفة والمشهورة. زين، كملنا هسه النحاس، كملنا الابراص، خلينا نجي على المعدن الثاني، يعني السبيكه الثانيه المشهوره للنحاس اللي هي البرونز، سبيكه البرونز. كتبوا عندكم البرونز هي سبيكه مكونه رئيسا بشكل رئيسي من الكوبر من النحاس ومعادن اخرى هي القصدير، الالمنيوم والسيليكون. وأيضا يمكن أن يدخل الألمنيوم مع البرونز في إنتاج سبيكة أخرى تختلف عن هذه السبيكة واسعة الاستخدام لخواصها التي تكتسبها من الألمنيوم ومن البرونز. إذن نعود إلى البرونز بشكل رئيسي كمعدن كسبيكة تستخدم في المعادن في التصنيع في المكونات، هي تلك السبيكة التي تحتوي على الكوبر بدرجة الأساس، تحتوي على معادن النحاس بالدرجة الأساس، مضاف إليها معادن مثل القصدير والألمنيوم والسيليكون. النسب الموجودة، الألمنيوم موجودة فيه بنسبة ما بين 5 إلى 11، أيضا المعادن الأخرى تكون بنسبة أقل، ويكون نسبة النحاس هي النسبة الأعلى أو الأضخم في داخل هذه السبيكة. الآن السبيكة مالت البرونز لها استخدامات وتطبيقات كثيرة جدا في صناعة الحلي، الدوائر الكهربائية، في عمليات اللحام، في عمليات وقاية المعادن. الشيء المهم أو المميز في موضوع تكوين السبائك هي سبائك أقصد الكوبر، هي التخلص من موضوعة الأكسدة. كل المعادن تتأكسد، كل المعادن تكون أكسيد ذلك المعدن على سطح المعدن، لكن ذلك الأكسيد لا يتشكل، لا يتكون بفاعلية عالية إلا بعد أن يكون المعدن شديد الفاعلية، شديد التفاعل، وبالتالي يعني يعطي هذا الأكسيد وينشأ وينمو بمعدلات عالية وكبيرة. أوكي؟ إذن هسه إذا نكتب سؤال قارن بين سبائك الحديد، السؤال الأول قارن بين سبائك الحديد وبين سبائك النحاس، من يقدر يعطيني فكرة سريعة شنو الفرق بين هذه وهذه؟ شنو الفرق بين هذه السبائك وهذه السبائك؟ ليش نسوي سبائك للحديد؟ ها شباب، قبل فترة امتحنا قرينا الحديد والسبائك مالته، تذكرون؟ شنو الفرق او شنو الشيء المهم المميز للحديد بحيث احنا نسويه على شكل سبائك؟ دكتور حتى نحصل على مواصفات جيدة. ايه بيا جانب بالذات احنا هسه نريد نتخلص من الاكسدة مات الكوبر مات النحاس، سوينا ابراص وسوينا برونز. اوكي، بالحديد ايضا سوينا سبائك. اوكي، حتى نتخلص من شنو؟
شنو هي الصفة اللي اعطتنا اياها سبائك الحديد افضل من الحديد نفسه؟ تذكرون هذا الموضوع عبد الرسول؟ كذلك دكتور هم نفس الشيء الصدأ، وكذلك نحصل على مواصفات ميكانيكية مثل الصلادة، مقاومة الشد، يعني كذا. اول سبيكة اللي كنا ندور عليها بالحديد هي حتى نتجنب الصدأ اللي يحدث بالحديد سوينا سبيك. إذن هذا اول واحد يتشابه مع عنصر النحاس من حيث السبب والتكوين. السبب الثاني، الحديد عادة ذو قابلية شد وتشكيل يكون مو سهل، يعني الطاقة التي تصرف، الطاقة التي تبذل من أجل تشكيل معدن الحديد هي طاقة عالية، في حين الطاقة التي تصرف على سبائك هي طاقة أقل. لذلك جميع السبائك الحديدية هي سبائك ذات قابلية على الشد وقابلية على التشكيل، أي تغيير الشكل بفعل القوى الخارجية المؤثرة على ذلك المعدن. هذا أول شيء. في حين أنه سبائك النحاس يدخل مع الذهب، أوكي، والبرونز أيضا يدخل مع الذهب، لكن البرونز كخاصية أكيد أكثر مقاومة للتآكل من معدن النحاس كمعدن لحالة أو لوحده، أوكي. بالمناسبة الذهب 14 أو ذهب 18، كل ما تزيد هذا الرقم، كل ما يزيد هذا النسبة، هو معناه أنه إحنا زدنا نسبة الذهب مقابل النحاس، يعني النحاس هو الأقل والذهب هو الأعلى. كل ما زادت طبعا نسبة الذهب كل ما زاد قيمة الذهب، يعني ذهب عيار 14 هو أرخص من الذهب عيار 18 هو أرخص من 24، هو 24 أغلى من 22 وهكذا. يعني هذه النسبة 14 18 22 21 هي نسبة الحديد، العفو، الذهب الموجود بسبيكة الحلي التي تصاغ منها أو تصنع منعتها المنتجات أو المصنعات المستخدمة في الحلي والمجوهرات. هذا واحد من الجوانب اللي احنا نحتاج نتكلم به أو نذكره عن معدن النحاس والسبائك الموجودة فيه، أوكي، والخواص التي تتكلم فيها عن السبائك المشهورة أو الأكثر استخداما في موضوعة التخلص من الصدأ و هذه الأمور. راح أشارككم الآن فد يعني مادة ثانية هسه أراويكم إياها. هذا البروبرتيز، هذا الميتينج كانسل. طلعت عندكم يا شباب؟ ها يا شباب شفتوها؟ كلكم شفتوها طلعت عندكم؟ نعم دكتور. شوفوا توزيع الالكترونات على ذرة النحاس. شوفوا توزيع الالكترونات على ذرة النحاس. إذا تذكرون التوزيع هو يبدي 2 بالمدار الأول، ثم 8، ثم 18، ثم ما تكرر، وإنما بقى إلكترون واحد حر بالخارج. ماشي وياي؟ هذا الإلكترون الحر، هذا الشكل الحر الموجود هنا هو السبب الرئيسي في التفاعل مع الهواء، مع بخار المي الموجود في الهواء كعامل مساعد، وبالتالي إنتاج أكاسيد النحاس المعروفة والتي ذات
شكل اخضر مكون له. طبعا اكاسيد النحاس اخطر من اكاسيد الحديد لان السميه مالتها اعلى، خصوصا انه احنا الطناجر او الاوعيه التي مستخدمه للطبخ ما نستخدم طناجر حديد وانما نستخدم طناجر مصنوعه من النحاس، بالتالي هذا الاكسيد قد يضرر او يتلف الانسان نفسه، يكون سبب او يعني خلينا نقول موضوع لتسممه او لاصابته بالتسمم نتيجه وجود هذا الـ هذا الـ هذا العنصر، هذا يعني عفوا هذا الاكسيد الموجود، هذا العنصر او هذا الالكترون الموجود في عنصر او في ذره النحاس ايضا هي السبب في جعل عنصر النحاس من الموصلات الجيده للحراره والكهربائيه، يعني الطاقه الحراريه والطاقه الكهربائيه نستطيع ان ننقلهم بالنحاس لوجود هذا العنصر الموجود في اعلى توزيع الذري الخاص بعنصر النحاس. توزيع المدارات مقارنه بالحديد يعطينا افضليه لمعدن النحاس ولاي معدن تكون فيه عدد الالكترونات الخاصه او الخارجيه حرة وبالتالي تساوي أو تسبب في عملية الأكسدة، في عملية نقل الطاقة، في عملية نقل نقول الحرارة من جانب إلى آخر. في نفس الوقت وجود هذا الإلكترون الحر في المدار الأخير من مدارات عنصر النحاس هو السبب في كون النحاس مادة غير مغناطيسية، لو كان هذا ما موجود كان هذه الإلكترونات الموجودة استقطبت وحثت بحيث صار عندنا قطب شمالي وقطب جنوبي نتعامل معه وبشكل واضح وسهل. هذا الأمر أو هذا الرسم مهم جدا، تريدون ترسموه يا ريت يكون عندكم مثبت يمكم بدفاتركم. هذا المدار الأول حول النواة مكون من إلكترونين، المدار الثاني مكون من 8 إلكترونات، المدار الثالث مكون من 18 إلكترون، والمدار الأخير مكون من ذرة إلكترون واحدة أو من إلكترون واحد خارج. طبعاً لعنصر النحاس واحدة من الخواص إذا كملتوا رسمة. هنا عندك درجة الانصهار مالته مقارنة بالحديد. ذاك 1537 درجة الانصهار للنحاس هو 1083. 723 تذكروها بالحديد اللي هي الدرجة اللي تفصل لي ما بين إعادة التبلور أو بين تكوين البلورات الـ FCC مع الـ BCC داخل المعدن الحديد، بالنحاس راح تكون حوالي 423 أو شيء من هذا القبيل، قريب من هذا الرقم. درجة الانصهار هنا 1083 هي درجة انصهار معدن النحاس وبدء تحوله من حادة صلبة إلى حالة سائل، يعني قابلية تشكيله وأعطاء شكل بصبة في قوالب محددة ومميزة. راح أبقي لكم دا تشوفون هذا الشكل، مو راح أبقي لكم هذا الشكل حتى تحاولون أن ترسمون، لأنه هذا التعبير أو هذا التعليق مهم جدا من حيث تفسيره لكثير من الظواهر الخاصة بمعدن النحاس والسبائك المكونة من عنده أيضا، باعتمادا او بالاستناد على هذا المكون اللي احنا موضحيه بالرسم هذا. اذا كملتوا اعطوني اشاره حتى انتقل للموضوع اللي بعده. مساء الخير دكتور. ها عيني. عبد الرزاق وياك. اهلا اهلا عبد الرزاق، شلونك؟ الحمد لله دكتور، الله يسلمك دكتور. بخصوص الكويز ذاك اليوم ترى حليت 4 أسئلة وطفت الكهرباء والنت فصل. احنا متوقعين هذه المشاكل مالت الكهرباء والنت، فالأمر أيوة يعني خارج عن إرادتك، شو تريد تسوي؟ اي أيوة والله خارج عن إرادتي، بس يعني يكون تراعي هذا الشيء دكتور. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. انا لاحظت يعني غيابك من الخامس وفوق، من السؤال الخامس وفوق. اي أيوة والله دكتور. يلا كملتوا يا شباب ان شاء الله؟
كملتوا يا شباب حتى انتقل لموضوع اخر. كتبوا لنا ملاحظة، كتبوا لنا ملاحظة. يعتبر معدن الفضة أفضل المواصلات الكهربائية المستخدمة، يعتبر معدن الفضة أفضل المعادن المستخدمة للتوصيل، ولكون سعر الفضة مرتفع يستخدم معدن النحاس بدلا عنه. آخر موضوع أحب أكلمكم عنه حتى تكتمل محاضرة اليوم، أهمية عنصر النحاس في الطعام، أهمية عنصر النحاس في تركيب خلايا الإنسان وكيفية التعامل مع أنزيماته وخلايا ومكوناته الجسمانية. يدخل النحاس في تركيب الكثير من الأنزيمات الموجودة في داخل جسم الإنسان، بذلك يحافظ على نشاط وصحة القلب وعلى مكونات العظام والدماغ وكريات الدم الحمر وإلى آخره من المكونات الداخلة في دم الإنسان. النحاس يساعد النحاس النقطة الثانية على استخراج الطاقة من الطعام، وينتج مواد مشابهة للهرمونات تساعد على تنظيم ضغط الدم ونبضات القلب وعلى سرعة التئام الجروح. هذا العنصر الثاني. ثلاثة، يساعد في تخفيف الآلام ومعالجتها، ويحمي الخلايا من التأكسد، ومنه يساعد الجسم في مقاومة الأمراض المزمنة لا سمح الله كالسرطان والأمراض القلبية وأمراض الشيخوخة. إذن لهذا العنصر جانب مهم جدا في الجانب الحياتي للإنسان ولخلايا الإنسان وللتعامل مع التعاطي مع عملية الغذاء وتكوين الإنزيمات والهرمونات في داخل جسم الإنسان. رقم أربعة، هو يعتبر عنصر قوي وجيد في تقوية العظام وجعلها أكثر صلابة، ونقصه يؤدي إلى ظهور مرض هشاشة العظام. يعني النحاس إلى جانب الكالسيوم يكون عنصر مهم في تكوين عظام الإنسان ومحاربة الهشاشة التي قد تحدث أو قد تسبب نقصان وجود هذا المعدن في الدم أو في مكونات الغذاء عند الإنسان إلى هشاشة عظم الإنسان. النحاس أيضا هو عنصر ضروري يدخل في تكوين الجلد ومقاومة الأمراض الجلدية. نقطة ستة، عنصر مهم يساهم في الامتصاص الصحيح لمعدن الحديد، وبالتالي إذا لم يحصل الجسم على المقدار الكافي من النحاس فإن ذلك ينعكس سلبا على إنتاج الهيموغلوبين أو ما يعرف بخضاب الدم، يعني البلازما مات الدم، وبالتالي يؤدي إلى مرض فقر الدم. نقطة أخرى مفروض أن تكون نقطة رقم سبعة، من المعروف أن خلايا البيضاء تقاوم العدوى. الخلايا البيضاء أو الصفائح البيضاء التي يمتلكها الإنسان هي الصفائح المسؤولة عن مهاجمة أو الدفاع عن جسم الإنسان تجاه الأمراض أو الإصابات التي قد تصيبه أو تتلفه. لذلك فهو مسؤول عن أن الخلايا البيضاء تتسبب أو تتأثر بفعل نقص النحاس ويؤدي إلى مرض الإنسان وبالتالي تفاقم هذا المرض وانتهاء حياته. يدخل في تركيب الجلد والشعر، وبالتالي هو المسؤول عن تلوين الشعر والجلد. صبغة الجلد شلون تكون الصبغات الموجودة على الإنسان على يد الإنسان؟ هذا التلون، هذا البهاق اللي يصيب الإنسان هو بفعل نقص نحاس أو معدن النحاس في داخل تكوين المكونات الجلدية للإنسان. يدخل في تكوين المفاصل والأعصاب، وهو المسؤول عن حاسة التذوق. آخر شيء، النحاس دوره في إنتاج الطاقة إنتاج الطاقة كمصدر من مصادر حصول النحاس، وهي طبعا مختلف العناصر أو الأغذية تحتوي على النحاس في داخل مكوناته. عندما يقوم الإنسان بهضمها تناولها راح تتحول هذه إلى الدم، والدم ينقلها إلى كل الخلايا الموجودة في داخل جسم الإنسان، وبالتالي يتم
الاستفادة منها. أول هذه المواد هي اللحوم، مادة الثانية هي صفار البيض، ثالثا السمسم، كبد الحيوان، بذر أو بذار دوار الشمس، حبوب دوار الشمس، نخالة الحبوب، سكر أو الدبس، دبس التمر أعتقد هنا يتكلم عنه، بذر اليقطين، الجوز، المحار البحرية، الفستق السوداني، اللوز، السمك، التونة، القمح الكامل، جوز الهند، المشمش المجفف، القريدس، وأنواع أخرى من الأطعمة. سبائك النحاس، يدخل النحاس في أنواع متعددة جدا من السبائك، وأعرف أشهرهما بالنحاس الأصفر والبرونز. النحاس الأصفر البراس والبرونز هما السبيكتين الرئيسيتين المهمتين الشائعتين الأكثر استخداما من العنصر الأساسي النحاس، وذلك لأنهما أقل أكسدة، أقل تعرض لتكوين الأكاسيد، وبالتالي هما أكثر صلابة، أكثر مقاومة، أكثر إيجابية عندما تستخدم في التطبيقات الهندسية الموجودة. عرفنا السبائك، عرفنا المعدن الأساسي اللي هو النحاس. الآن يا شباب أريد من عندكم اذكروا لي 5 تطبيقات يمكن أن نستخدم النحاس فيها حسب رأي كل طالب. 5 تطبيقات يمكن أن نستخدم النحاس فيها أو سبائك النحاس، يعني النحاس أو سبائك النحاس. من يبدي لي؟ أريد 3 طلاب. عبير. دكتور عيدستان ما سمعتك. صار. ما هي التطبيقات التي يمكن استخدام النحاس فيها أو سبائك النحاس؟ ما هي التطبيقات؟ أريد ما عندك 5 تطبيقات يمكن أن نستخدم النحاس فيها. ها شباب. دكتور نعم. عبد الرزاق وراي سارة. دكتور نعم. أواني الطبخ. نعم عفوا. دكتور الأسلاك الكهربائية تصنع من النحاس. هذا تطبيق بعد. الصنابير اللي هي هاي الحنفيات تصنع أيضا من النحاس. تصنع من سبيكة الأبراص مو من النحاس. نعم دكتور. والسبب دكتور؟ لأن درجة تأكسدة قليلة، يعني ما يزنجر. ما يزنجر. وبعدك شغلة ثانية، سهولة التشكيل. سهولة التشكيل، نقدر نصبه صب ونطلع من عنده حنفية، يعني ما نحتاج إلى عمليات تشغيل وخراطة ونحت وكل هذه الأمور من أجل إنتاج الحنفية. واضح؟ نعم دكتور. نعم دكتور. هو أيضا يخلط، يحدد درجة نقاوة الذهب بالحلي والمجوهرات. هاي التطبيق الثالث، الصناعة الثالثة. بعد يستخدم بالأجراس بالأبواق. خلي يكمل عبد الرزاق ونرجع لك عبير. دكتور ويكون يطعم الأواني الخزفية أيضا كجمالية. نعم نعم يعني الأواني خلينا نقول الفخاريات وهذه التطبيقات. بعد واحدة من عندك. دكتور بالسيارات. كوثر جايج والله صبري لي دقيقة واحدة. أنا أعرف الأقفال وهاي الجرس دوار الكهربائية كلها هاي تطبيقات للنحاس. تصنع من النحاس. أوكي شكرا جزيلا. كوثر تفضلي. نعم اعطيني صناعات يمكن أن نستخدم فيها النحاس أو سبائك النحاس. ها كوثر. دكتور بس أدي السؤال لأن إنترنت يقطع. صار. ما هي الصناعات التي يدخل فيها عنصر النحاس، معدن النحاس أو سبائكه؟ دكتور صناعة البطاريات. زين وين صناعة البطاريات؟ مثل بطاريات نحاس خارصين وبطاريات السيارات همين. يعني شو يسوي بداخل البطارية؟ لا البطاريات الجافة أكثر من السيارات.
شو يسوي؟ ليش نستخدمه بالبطاريه؟ دكتور لان هو قليل الاكسده. لانه قليل الاكسده وموصل جيد، هذا السبب الرئيسي. بعد قبل شوي قلت لي البوق ما بوق، شنو هذه؟ دكتور مو بوق، قلت باواني الطبخ. باواني الطبخ ايضا كان يستخدم سابقا وحتى الوقت الحاضر بعض الاواني مصنوعه من النحاس. بعد من يريد يشارك في صناعة معينة؟ دكتور من الأنابيب التدفئة. أنابيب التدفئة والتبريد اثنيناتهم، لأن اثنيناتهم يعتمدن على عنصر التوصيل الحراري اللي يمتلكه هذا المعدن. بعد يستخدم الساق إنه مات بالأغذية أو شيء بالغذاء. منو شايف شيتات النحاس؟ منو شايف شيتات من النحاس؟ يغلفون بها الأبواب، يسوون بها رسمات أو يعني زغارف من أجل تغليف أجزاء من البيت. هذا النوع من الشيتات هو أنه يحول المعدن إلى شيت، شلون ورق الألمنيوم بس بسمك معين، يكتب عليه أسماء مثلا الأشخاص، عناوينهم في صناعة اللافتات. دكتور ايضا اذكر قبل يعني اكو سوق الصفافير. ولا زال عبد الرزاق. ولا زال اي نعم دكتور، بيه زغارف، بيه اواني، قلاصات يعني تحفيات. معتمد على الخاصية عبد الرزاق، يا الخاصية اللي يستخدمها حتى يكون تحفية. لان معدن النحاس براق اصفر يشبه الذهب. صح؟ بس هو مو بسعر الذهب. يعني كل الاباريق، كل يعني هذه خلينا نقول التحافيات المستخدمه بالبيوت تستخدم من معدن النحاس لسبب انها لا تصدأ رقم واحد، واثنين السبب الثاني والاخر المهم جدا انها تعطي شكل وجماليه جميله جدا، وبالتالي يكون مقبوليه او خلينا نقول نظره جميله عندما توضع في داخل البيت او المنزل او نعم. بالإضافة عنصر النحاس طيع يعني سهل التشكيل. سهل التشكيل، نقدر مو مثل الحديد يعني يعطي الشكل المطلوب وبسهولة وبسرعة. نعم دكتور. زين شنو مساوئ النحاس؟ احنا حكينا عن كل فوائده، شنو المساوئ مالت معدن النحاس؟ يتأكسد بسرعة. اكسدته واكسدته سامه، هذه اهم شغله واخطر شغله. منو شايف قدور الطبخ اللي يطبخون بيها الامام الحسين سلام الله عليه؟ منو شايفين؟ يصير بعدين بزرنيخ ما ادري شو اسمه، اي هذا اللي يصير سام. بالضبط. دكتور اكسيد النحاس اكسيد النحاس اعتقد لونه اخضر. لونه اخضر، فبالتالي شو يسوون؟ يجلوهن، يسمون جلايه بالسوق الكبير الموجود بالحله. بالنسبه للشباب من محافظه بابل اكو سوق خاص للصفافير ولجلي القدور والاوعيه والاواني المصنوعه من النحاس من اجل تجنب الاكاسيد التي تظهر على ذلك المعدن. نعم دكتور. بعد شنو السلبية الثانية؟ فد واحدة من السلبيات هسه انت قلت لي بيها. دكتور هاي طيع طيع يتغير شكله بسهولة، يتغير شكله بسهولة. لذلك في الأماكن والمناطق اللي يحتاج إلى مكان رجد، مكان قوي، مكان صلب، ما نستخدم مادة النحاس. زين من شايف في الطلقة مال السلاح او من شايف الطلقة مال السلاح او مال الرشاشة؟ الراس مال الاطلاقة من شايفه؟ شايفيها. من شنو مصنوعة؟ من النحاس. لا
زين ليش ليش العتاد او الاسلحه تصنع من النحاس؟ ليش؟ لانها لا تتعرض للحث المغناطيسي اثناء عمليه التلقيم، اثناء عمليه الاستخدام بالسلاح، ما يصير بها حث مغناطيسي بحيث تنجذب للمعادن ويتغير مجالاتها، يعني خلينا نقول مساراتها، واضح؟ مقاومتها يعني السبطانه مالت السلاح مالت المسدس او السبطانه مالت الرشاشه هي مصنوعه اكيد من المعدن، اكيد من الحديد. بالتالي عمليه انجذاب هذه الاطلاقه للحديد قليله، مقاومتها قليله، وبالتالي عمليه انطلاقها راح تكون اسرع، ما عندي مقاومه، يعني ما بفد شيء يشلب بيها يمسكها يجذبها. فهمتوني؟ لذلك يستخدم النحاس في هذا التطبيق، يستخدم النحاس في هذا الجانب. واضح يا شباب؟ صارت عندي مجموعة إيجابيات، مجموعة سلبيات. طبعا مثل أي شيء بالحياة إلى إيجابي وإلى سلبي، لكن كيف تستخدم هذه التطبيقات؟ هي طبعا هي الدلالة على الإيجابية. يعني بمثال بسيط جدا، السكين المستخدمة بالمطبخ قد تكون قاتلة تسرق أرواح، لكن في نفس الوقت قد تكون بها فائدة كبيرة في قطع الفواكه، في تنظيف الخضار، في كل التطبيقات اللي احنا نستخدم فيها السكين لهذا الأمر. بالتالي موضوعة النحاس كمعدن واستخداماته وتطبيقاته موضوعة مهمة جدا تحددها أو تؤشرها كيفية التعامل مع هذا المعدن في التطبيقات الهندسية الموجودة. أغلب الأسلاك، أغلب الدوائر الكهربائية، أغلب المكونات الإلكترونية التي تنتج الشبكات، تنتج الدوائر، تنتج الهياكل، هي مكونة من النحاس إذا كان لدينا تيارات كهربائية. إذا كانت لدينا تيارات كهربائية، أقصد بالتيار الكهربائي طبعاً بالفوق، يعني بالأمبير وفوق الأمبير أو أقل من أجزاء الأمبير. أوكي؟ في الإلكترونيات راح نستخدم شيء آخر اللي هو أشبه الموصلات، لأنها تكون موصلة عالية قليلة الحرارة إلى آخره. قبل شوية سألتكم سؤال، قلت إذا مررت الكهرباء بالنحاس راح يكون موصل جيد، يعني يطلع من الجانب الآخر، وإذا مررت الكهرباء بالحديد هو أيضا موصل لكن كمية التوصيل أقل، ماذا يحدث في الحديد إذا مررت فيه الكهرباء؟ أحمد سامي، أحمد تفضل. نعم دكتور. أيه. شنو كان سؤال؟ عندك سلك من النحاس وسلك آخر مصنوع من الحديد، زين، مررت بهم التيار الكهربائي، زين، النحاس أفضل توصيل بالتالي راح يوصل التيار، الحديد راح يوصل التيار بس بنسبة أقل، إيش راح يحدث؟ إيش راح يحدث؟ ماذا يحدث في السلك الحديدي؟ دكتور غير يقوم ينتل يصير بيه شرارة كهربائية؟ لا، يسخن يصير حار، انت فين؟ تصير المقاومة دكتور يعني؟ أحسنت، تصير المقاومة مالته أكبر، ما ينتقل بيه الكهرباء بسهولة، مثل الأوتي القاعدة مالته مصنوعة من الحديد، نختلف على هذا الشيء؟ لو متفقين؟ من تجي مقاومة عالية، من تجي الكهربائية بداخل هذا المحول أو الملف الموجود بالأسفل راح تتحول كلها الى شنو؟ مقاومه، هسه جو الى حراره، تحول الى حراره، وهاي الحراره احنا نستفاد من عندها، يعني عدم توصيل، انتبهوا عليه، عدم توصيل الحديد للكهرباء هو مرات سلبي لكن في بعض الاحيان ايجابي، نقدر نستفاد من عنده في تطبيقات مثل انتاج الهيتر، مثل الاوتي، يعني خلينا نقول المقبض اللي نستخدمه في كوي الملابس وتطبيقات أخرى. بمعنى أريد أخليها في بالكم، عندما يمر التيار الكهربائي
ولا يستطيع العبور، لا يستطيع التوصيل أو الاجتياز إلى الجانب الآخر بسهولة، فإن هذا التيار الكهربائي سوف يتحول إلى طاقة أخرى متمثلة بالطاقة الحرارية. الطاقة لا تفنى ولا تستحدث، وإنما تتكون أو تتشكل من يعني تتغير من شكل إلى شكل آخر. واضح يا شباب؟ واضح؟ نعم دكتور. يلا إذا سمحتوا لي يسمع اسمه يقول لي نعم. أحمد سامي. نعم دكتور. ألا عامر. نعم دكتور. آية باسل. نعم دكتور. حسين علاوي. نعم دكتور. خديجة حيدر. خديجة حيدر. زهراء فليح. زهراء فليح. زيد حيدر. نعم دكتور. سارة رزاق. نعم دكتور. شهلاء محمد إبراهيم. نعم دكتور. شهلاء موجودة. عبد الرسول. دكتور اسمع. عبد الرسول. نعم دكتور. عبد الرزاق. نعم دكتور. عبير. نعم دكتور. غدير. نعم دكتور. فواز. نعم دكتور. كوثر. نعم دكتور. محمد حمزة. نعم دكتور. محمد رعد. نعم دكتور. محمد كريم. محمد حمزة شو مثل النعسان خما بس لا قرت لك غفة بالمحاضرة يا معود. لا 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 بالعكس دكتور. عافية. محمد كريم. مرتضى ثامر. نعم دكتور. مروة صباح. نعم دكتور. مريم علي صابر. نعم دكتور. منار. نعم دكتور. منار ما نسمع هسه شنو القصة؟ نعم دكتور. يا الله ان شاء الله منها وهيك نسلج. منتظر مهدي. ان شاء الله. نعم دكتور. مهدي خالد. نعم دكتور. نور الهدى. نعم دكتور. نور الهدى الثانية كريم علي. نعم دكتور. شلون نور؟ الحمد لله تمام. ان شاء الله احسن. هبة طالب. نعم دكتور. من واصحت اسمه؟ شباب منو ما صحت اسمه؟ دكتور اسمي. منو ما صحت اسمه؟ زهراء فليح. يلا نعم. اوكي بعد دكتور. محمد كريم. الدكتور مساء فاتح من اللابتوب وقف المايك يعني. يلا خير ان شاء الله ضبطوا اموركم بالمايك والكاميرات والشغلات حتى تسمعون المحاضره بشكل جيد. عيني دكتور ان شاء الله هسه راح اوقف التسجيل مالته راح دكتور احمد ثامر مساء حاجك بدايه المحاضره على مود الحضور.